حوت. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد وصباح جديد من نهارك سعيد. ان شاء الله هنكون موجودين معاكم النهارده لمده ساعتين مباشره. طبعا انتوا عارفين البرنامج يومي واحنا بنيجي الصبح بدري ونبقى شايفين كل مصر كده بحلاوتها الصبح على طبيعتها. يا ريت بجد نرجع نشوف مصر حلوه كده زي ما بنشوفها الصبح بدري من غير الزحمه ومن غير القمامه اللي موجوده في كل حته. اتمنى بجد. ان شاء الله النهارده هيكون معانا مجموعه كبيره من الفقرات، هنشوف ايه هي الفقرات دي. بس في الاول صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا ساره. صباح الخير لكل الناس اللي بتشوفنا. زي ما ساره قالت على مدار الساعتين اللي جايين هنكون معاكم فقرات كتيره. الحقيقه نرجع تاني كلام ساره، انا وانت حظنا بيبقى حلو ان احنا هنا يوم السبت، لان السبت من احلى ايام الاسبوع في المنظر، الدنيا لطيفه ورايقه حدد فعلا انت كده حددت، لانه فعلا هو الجمعه والسبت اي حاجه تانية بتبقى يعني صعبه شويتين. صح. طيب خلينا اقول لكم على فقرات النهارده. هنبداها كالعاده بالصحافه، هيكون معانا مروان يونس، الاستاذ مروان يونس المحلل السياسي بالاهرام ابدو، هنتكلم معاه عن حاجات كتيره. وكمان هتكون بعد كده معانا الصحفية رحاب فوزي، هنتكلم معاها عن بعض الأبحاث الصحفية أو يعني مواضيع صحفية وتحقيقات صحفية بتتكلم عن ما وراء الطبيعة. هنعرف كده إيه اللي بيتقال في الفقرة دي، دي هتكون معانا في الفقرة التانية إن شاء الله. ده جميل جدا. هيكون معانا المصور الصحفي طارق الجباس، فقرة صورة مصرية، ونشوف ايه الصور اللي هيمدنا بيها النهارده. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الاحداث السياسية ولا بتتكلم عن صور جمالية ولقطات خاصة بيه هو يعني؟ بس انا اعتقد ان هي تكون ليها علاقة برضه بالاحداث يعني، لان كل المصورين الفترة اللي فاتت كانت هي دي، هو ده شغلهم الشاغل يعني. ده حقيقي. بيتعرضوا كمان يا كريم اصلهم كمان لعنف كبير، محدش بيدافع عنهم، ما عندهمش وسائل دفاع كبيرة يعني. أشرف دويدار، مهندس أشرف دويدار الخبير في المشاريع السكانية، حملة المليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، أتمنى أنها تكمل وفي الآخر تبقى للشباب فعلا زي ما هو مكتوب. أخيرا وليس أخيرا، أستاذة سحر الشربيني أحد منظمي احتفالية عيد اليتيم، هتكون معنا في آخر فقرة نتكلم عنها، عن الاحتفالية وعن شوية العوائق اللي بنسمع دايما عنها في الاحتفال بيوم اليتيم. بنسمع عن حاجات كثيرة، هنعرف كده إيه الموضوع. هنبدا على طول بالصحافه والاخبار. ساره هيكون في ضيافتها الاستاذ مروان يونس المحلل السياسي بالاهرام ابدو، فخليكم معانا.